توافد المواطنون السوريون في دمشق إلى مراكز الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية، ما عكس حرص السوريين على السير قدما ببرنامج الإصلاح الذي يعد الدستور أحد أبرز إنجازاته. يمضي السوريون إلى المستقبل بخطى واثقة. اليوم تفتح صفحة جديدة يصنعها هذا الشعب بصوته. إنه يوم 26 من شباط 2012. كلمة واحدة يقولها الشعب السوري، إما نعم أو لا، ليشرق على سوريا فجر عهد جديد يخطه المواطنون بكلمتهم. فقد حملوا مسؤوليتهم تجاه وطنهم ونزلوا إلى صناديق الاقتراع. يوم 26 من شباط يوم فارق في حياة هذا البلد، لن ينساه السوريون، لأنهم قرروا مستقبلهم حيث توافدوا منذ 7 صباحا إلى مراكز الاستفتاء في العاصمة دمشق للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية. كما عبر المواطنون في مراكز العباسيين والثورة والثقافي بالمزة عن رأيهم بمشروع الدستور. من الساعة 7 كان توافد كتير كبير من أبناء الحي، والمشاركة من حتى من أبناء الأطفال اللي يعني من أوليائهم كانوا كتير تواجد من الصباح الباكر. ونحن بدورنا طبعا ما بتعرفوا تم توزيع نسخ للكل عن مشروع الدستور، وكان في الحمد لله الحمد لله في شعور وطني. وجاي نستفتي بإرادتنا وبقناعتنا، لأنه وطننا غالي علينا وما بدنا يضيع. الاستفتاء في حرية، في ديمقراطية، ونحن دائما لازم نشجع بعضنا نيجي نشارك بهيدي الفعالية الحلوة اللي فيها خير لنا ولبلدنا جميعا. بدي استفتي لأنه الدستور بيحمينا وبيحمي أولادنا وبيأمن مستقبل أحفادنا، ونحن جايين حتى نقوم بواجبنا الوطني. كل إنسان شريف فينا لازم يقول نعم للشيء لصالح البلد، ولازم يقول لا لأي حدا بده يأذي هذا البلد. مشاركة فعالة ويسرى الحمد لله، يعني مثل ما انك شايف الترتيبات ميسرة لجميع المواطنين بجميع الأطياف بجميع المؤسسات الشعبية الرسمية. ولقيت انه هي الخطوة الأهم في تاريخ سوريا، وخطوة إيجابية وفي ملقى كبير من المشاركين. صوتت لأنه مشروع الدستور مشروع قيم وحضاري يغطي كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا. أنا صوت لأنه حق وواجب علينا، ونحن ندعي كل الناس شرفاء بهالوطن أنه يصوتوا. أنا بعتبره يوم حلو، يوم جميل، أنه هناك تعددية سياسية، هناك مشروع جديد، دستور جديد. يعني الدستور أنا شايفته أنه بحقق مطالب أغلبية الشعب، ودستور شامل وكامل عبارة عن كتلة كاملة من الإصلاح. وفي مراكز الصالحية والتجارة والبرامكة كان لنا هذه اللقاءات مع المواطنين الذين شاركوا بالاستفتاء. اليوم وطني، يوم عرس لسوريا، يوم الاستفتاء هو لمستقبل الوطن بدستور جديد يضاهي كل دساتير العالم بالديمقراطية والحرية والعدالة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. إن شاء الله بنخلص من الأزمة كلياتها، ويكون هذا فخر لسوريا كلها. هذا الدستور اللي فعلا نحن قريناه ومعناه تمام، وقرينا كل مادة فيه اللي بيعبر عن سوريا، سوريا الحضارة، سوريا المتجددة. لأنه الدستور بيحمي مستقبلنا، مستقبل أولادنا. الدستور كتير يعني مبني مستقبلنا، حامي مستقبلنا، ونحن يعني ما بدنا من حدا يجي يتدخل فينا، لا حمد ولا غيره. أنا عم شارك هلأ اليوم لأنه هاد حق لكل واحد فينا، ورحنا مع الدستور بس في كم بند لازم أنه يتعدلوا. وأهم شيء أنه أنا جاي مشان ما دير ظهري لعدم ما صوت، هلأ أنا بجي بصوت نعم أو لا. مشروع دستور قيل عنه وبه الكثير، مشروع لامس كافة شرائح الشعب، وسواء كان موقفهم القبول أو الرفض فقد تواجدوا أمام صناديق الاقتراع. حضور شعبي ورسمي ملأ مراكز الاقتراع لتكون المشاركة في الاستفتاء شاملة لكافة الشرائح والفئات. هذا الدستور استجاب بشكل كبير لتطلعات هذه الجماهير، وركز بشكل أساسي على حاجات المجتمع، وخاصة بما ضمنه من صحة وتعليم، وأيضا ضمان الملكية الخاصة. نؤمن بالحق كل المواطنين في ممارسة يعني دورهم، وحق تكافؤ الفرص. اليوم يثبت الذي يساهم في عملية الاستفتاء صوت بنعم أو لا، لأنه هو من أطراف الحوار.
لا يتم شيء إلا بالحوار، لا يتم شيء إلا مناقشة إلا بقبول الآخر. إذا قبول الآخر يجب أن يتم عن طريق صناديق الاقتراع، واليوم صناديق الاستفتاء. إذا هذا الدستور يضع خطوة جديدة باتجاه سورية ديمقراطية بكل ما تعني الكلمة من معنى، وطبعا يضع الأسس التشريعية سيؤدي هذا إلى إنشاء إلى انتخاب مجلس شعب جديد. كما هذا مجلس الشعب الجديد سيستطيع أن يعدل ما يشاء لأنه الدستور يبوح له ذلك. نحن نرحب بالمشاركة مع كل الأحزاب السياسية في المستقبل لنخوض تجربة الديمقراطية الصحيحة والسليمة في المجتمع السوري. يعتبر هذا الدستور إنجاز كبير لشعب سوريا، وهو من الدساتير المتقدمة في العالم، وأعتقد أنه من أفضل دستور في المنطقة العربية. فمبروك لسوريا هذا الدستور. هاي مناسبة حلوة ومباركة، لأنه عم نحس حقيقتنا أن نحن اللي عم نبني الوطن، واللي ما بيكون في بناء الوطن بيكون مثل اللي ما نبيته هداك. وإن شاء الله هالبيت هذا لنا وهالوطن لنا وشعبنا أخوتنا، ومن هون عايشين وسنبقى هيك. هذا اليوم هو يوم تاريخي في حياة سوريا، وأننا نعتبر أن هذا الدستور الجديد هو نقلة نوعية في حياة سوريا المعاصر. هذا هو ما انتظره السوريون، لأنهم ومن كثرة ما سمعوا أصواتا من خارج البلاد تتكلم عن مستقبل سوريا ومصيرها، قرر شعب هذا البلد أنهم الأحق بتقرير ذلك المصير. هذا الشعب هو صاحب ذاك البلد سوريا، ومن أحرص على سوريا أكثر من شعبها. وحول سيري